عمر ومشاهدينا، إذن هو صوت أنثى السودان، هذه المرأة التي دائما ما تثبت النجاحات والتميز، والتي دائما ما تكون على قدر الرهان، تستحق منا دائما أيضا مساحات للتكريم والتوثيق والوقوف على تجاربها. مؤسسة طيبة بريس احتفت مؤخرا بمرور 40 يوما على رحيل الكاتبة والصحفية الشابة أناهيد كمال. نحن اليوم نستضيف عبر المساء الجديد الفقرة الثانية للحديث باستفاضة أكثر حول هذا الموضوع وحول نشاطات هذه المؤسسة، وتحديدا احتفائيتهم بمرور 40 يوم على وفاة الصحفية أناهيد كمال. نعم، في هذه الفقرة أسابيع نتحدث قليلا عن حياة الراحلة أناهيد كمال، عن تجربة الصحفية، عن أبرز الإصدارات، عن جوانب إنسانية لها علاقة أيضا بتعاملات الكاتبة الصحفية أناهيد كمال. نسعد في هذه المساحة بأن نرحب بالأستاذة مشاعر عبد الكريم الكاتبة الصحفية. أهلا وسهلا بك في هذا المساء. مرحب ومساء الخير على كل اللي بيشوفونا. بنرحب أيضا بالأستاذة الشاعرة سعاد عبد الرحمن. مرحب بك. مرحب بكم. تحية المساء الجديد لكم، وبدءا أستاذة مشاعر عبد الكريم، حدثينا عن علاقتك بالراحلة أناهيد كمال، العلاقة الشخصية والمهنية أيضا. يمكن بداية أنا بعزي أسرتها للمرة ما عارفة الكم، إنه ربنا يصبرهم على فقدها. فقدها كان يعني كبير علينا كلنا، وكان يمكن هي ما غالية على ربها، لكن كان مفاجأة بالنسبة لنا وفاتها. ربنا يرحمه ويوسد الباردة زي ما بيقولوا هنا. علاقتي بأناهيد بدت من بدري، بدينا احنا في صحيفة تقريبا واحدة او مؤسسة واحدة، انا كنت في عالم النجوم وهي كانت في صحيفة الحدث. من اول يوم تلاقينا فيه كان في تفاهم بيناتنا، مش المسألة بتاعت الكيمياء بتقدري تقولي. اشتركنا في حتى انه شنو بنحب احنا ناكل مع بعض. بعد ذاك استمرت، يعني ما فرقتنا فرقتنا الجرايد، لكن ما فرقتنا الايام. استمرت واشتغلنا سوا، ضمتنا جريده واحده اللي هي الاضواء، اشتغلنا فيها مسافه طويله وعملنا ملف مع بعض. بعد ذاك انا تنحيت عن الصحافه لانه يعني اخذتني زي ما بيقولوا نفسي وكذا، كونت اسره. الفتره ديكي كان عشان البعد الجغرافي ما ازيد، اتباعدت مسافاتنا. بس لكن طبعا في ناس كده في حياتك بيأثروا وبيظلوا موجودين، بيجينا نتلاقى ملاقات بعيدة لحد ما جيت رجعت تاني. لما رجعت الأهرام اليوم اتلاقينا يمكن فترات بسيطة جدا، لكن كانت مؤثرة لأنه إحنا ما حاسين، كان يعني حتى كان بتقول لي أنا ما حاسة إنه دي 5 سنة، ما بصدق. يعني إحنا كنا بنحس إنه متابعين بعض، يعني إنسانيا وحتى زي ما أنت قلتي مهنيا، إنه هي كتبت وين، أنت قاعدة بتعملي في شنو، تفاصيل زي دي. المهنة يمكن إحنا كنا بنكتب بطرائق مختلفة أو بأساليب مختلفة، وكنا في ملفات في ملفات مختلفة. حتى وناهيد كانت مهتمة جدا بالشأن الاجتماعي في الصحافة وقضايا المرأة وقضايا كده. أنا كنت أميل لأنه كنت في مع عمر غني البكري، أستاذ عمر غني هنا بحيي، كنت مهتمة بالشأن الفني أكثر شيء، وكانت بتقول لي الفن ده كذا خليه، المرأة دي محتاجة حاجات كثيرة. صحيح. فدي من دي الأساس اللي خلانا إنه نعمل الملف بتاع يعني مختص بشؤون المرأة في الأضواء. انحيازة دائما للمرأة، انحيازة للقضايا الاجتماعية البسيطة، تخلي ده كان واحد من أسباب تفردها حتى في الكتابات الصحفية. صح. ده. أستاذ سعادة، أنت برضو عندك علاقة شخصية بأناهيد كمال. نعم. يمكن أنا يقصر كلامي على الناحية الشخصية أكثر منه العملية المهنية بالنسبة لأناهيد، بالرغم من أنه يعني أنا كنت متابعة أعمالها وكنت متابعة نشاطها الإعلامي بكل مستوياته وحاجات، مؤخراً مخطوطاته وإصداراته الأخيرة دي تبعا، لكن أنا أتكلم عن أناهيد الأخت، رفيقة وصديقة، وقيل إن العزاء على الأعزاء يعني هو رشد كأنه الغواء، يعني
ومن يعني احنا ما بصدد اوسمه او الحديث عن اناهيد لزياده جمالها في عين الناس وعين من كل من يعرف اناهيد يعلم انه ما قامت به فعليا وما راه من اناهيد يعني يحس انه ممكن يجعل صفحتها بيضاء مشرقه في دنياها واخرتها يعني. اناهيد التقيتها اول مره والحاجات اللي يعني خلتني اتعلق بها كصديقه اول احسست ان هذه المراه وهذه الانثى تشبهني كثيرا. كان عندي نص وكما قلت لها انا لي ممكن للان نشر لمره واحده نشرته اناهيد 2004 في واحده من الصحف وانا اصريت ان لا تنشروه قريته لها وهي اصرت نشرته وكنت سعيده بذلك لان كان فحوى النص يشبهها يعني. وكان يعني بيقول احتاج لي انثى بعمق خصاصتي انثى تعلمني التمرد والتجاوز اذ تكابد رغبتي في الانتماء لذاتها وترود اشتاتا من الالهام في نسق جميل. هذه كانت هي اناهيد كمال فوجدت ضالتي فيها اخت وصديقه ورفيقه وبعزيها بعزي كل اصدقاء في السودان وخارج السودان واسرته مرارا وتكرارا على هذا الفقد العظيم. استاذه مشاعر كثيرين قد يكون تعلق بقلم اناهيد كمال ويعلمونا معرفه المهنه. حدثينا عن اناهيد كمال الانسان بعيد عن الصحافه بعيد عن القلم بعيد عن القراء ايضا. انا زي ما قلت لك انه انا اتقطعت منها فتره ما كان مرتب الانقطاع ده غير ما انه زي ما بيقولوا يعني شغلتنا مشاغلنا الخاصه يعني. وناهيد كان اكثر حاجه بتميزها انها ما بتحب تعرف الزول يعني المسافه حقت الشغل وبس يعني زميل الشغل لازم تصل بيته وتعرف والدته واخواته يعني ما في زول بيعرف يعني وناهيد بتعرفه في حدود المهنه ودي كانت مبلغ مشاكلي معاها في انه اروح ناس فلان بيتهم اروح لناس فلان فكنت بقول لها ناهيد ما في زمن للقصص دي احنا عندنا شغل وعندنا حاجات شغل مرهق ايوه يعني. مرهق وعندنا حاجات ثانيه وعندنا اسرنا وكذا بتقول يعني حرام خلينا ما ممكن زول يعرفه تعرف الزول في حدود الوظيفه دي كان يمكن ناس كثيرين كانت مدهشه بالنسبه لهم اجتماعيه اجتماعيه جدا ودود. اجتماعيه جدا وودوده جدا يعني قل ما انه زول تختلف معه اناهيد ولو اختلفت يعني دي كانت الحاجه برضو انا بحس بها كان فيها نوع من المثاليه الازيد من اللازم يعني في انه حتى لو اختلفت مع زول بتحاول بقدر الامكان انها تصالحه في ذات اليوم فكنت بحس انه ما عندها مبدا يعني انت اختلفتي مع زول ده واصف اختلافك معه فممكن كان بنتفق على حاجه بقول لي الدنيا دي ما بتستاهل وانه فعلا بجد الدنيا ما بتستاهل يعني لما عارفه موت اناهيد كان زي الصفعه كده لانه في ناس يمكن الكلام ده قلناه في ناس بتحس انه ممكن يخدعوا الموت او يعني يزوغوا منه يقعدوا اطول فتره ممكنه يعني وده مش يعني عدم ايمان مننا انما بتحس انه الزول ده لسه عنده شويه كلام او انه لسه عنده شويه كلام ما قاله كده اناهيد كانت من الناس دي عشان كده كان معظم الناس حاسين حتى الناس اللي كانوا زاملوها مزامله مترفقه اذا صح لي التعبير كانوا حاسين انه كلهم اصحابه وكلهم زعلوا جدا لوفاتها حتى الناس اللي ما كانوا مرتبطين بها عاطفيا بس ده يعني ده حال الدنيا واحنا في يوم من الايام برضه حيتقال عننا جزء من الكلام ده. طيب مشاعر انت اختفيت منها لمده 5 سنة او في الخمس سنة او ما يربو الى الخمس سنوات أيوه. لما جيت وتلاقيته تاني شنو اللي اختلف كان عند ناهيد؟ صارت اكثر هدوءا. انا كنت بقول لها بتقول لي انت احنا اتلاقينا في مؤتمر صحفي كانت متخيله انه انا حيتغير فيني شيء كثير باعتبار انه احنا مسافه طويله ما تلاقينا فكان بتقول لي يعني دي جملتها تحديدا انه ما تغيرتي كثير لكن انت هديتي وناهيد ما كانت ضاجه يعني بتسلم عليك بضجيج عالي وانت وين وزيك وكيف اللي صارت اكثر هدوءا فقلت لها يا ناهيد الزواج بيرتب الزول بيخليك كده شوي بتعاني للحاجات يمكن
بحذر اكثر يمكن انا ما عارفه كيف، لكن دي طبيعه الثقافه السودانيه كده، انه اذا انت تزوجتي بتصيري اكثر نضجا احتمال، انا اذا كانت الكلمه صحيحه، فهي صارت اكثر هدوءا. نعود للتواصل معكم، ولكن الان نستمعكم عذرا في هذا الفاصل الاعلاني الثاني لامسيه الاثنين، ومن ثم نتواصل معكم في مساء جديد. اهلا من جديد بكل متابعي المساء الجديد. ما يربو الى 50 يوما هي رحلت الاستاذه الصحفيه والكاتبه أناهيد كمال. بهذا الفقد تكون صاحبه الجلاله، قد فقدت قلما انثويا كان ضاجا بالحياه. برحب بكم مره ثانيه الاستاذه الشاعره سعاده عبد الرحمن والاستاذه مشاعر عبد الكريم. مرحبا استاذه سعاده، انت كتبتي بعض الرسائل في غياب أناهيد. نعم. كما عتدت بين يوم وآخر، حتى إذا ما قاعدين نتلاقى، فببعت رسالة: أنت وين؟ انقطعتي؟ الحاصل شنو؟ وبصها مرات بعض الضيق، يعني مرات بحتاج بحس إنه خدرته، واحنا مؤمنين في النهايه، لكن مرات بحس انه انا طلعت يعني في حاله تحت استغرار ما مستوعبه رحيل أناهيد، فافعل ما افعله يوميا، وابعث لها رساله في تلفونها يعني SMS. نعم، بنفس اللغه: لولا هيبه الموت لما تخاطبها اقول لها بالغتي وين انت وليه والعد والملام لكانت كما هي. يعني فهي مجموعة بتاعت رسائل بتحاول أتخير منها على شكل أبيات بتاعت قصائد، ما بقول حتكتمل ولا تكتمل، ولكن هذا دأبي لحد مساء أمس. أنا ببعت لها رسالة على الموبايل، وكانت أول بود الجول والكلام وحشاني طبعا جد كثير، والثاني ما قصدي الملام، بعتب عليك عتاب صغير ما من عوايدك تمشي ساي، ولو خفت يبقى وداع أخير وعدك معاي نتلاقى يوم امس العصير، انا وانتي والعيد والصحاب في ظلك الوافي الوسير، ليه فتي ستفتي الفرح وقفلتي باب قلبا كبير، وهذا الصحاب زمرا اتوا وانا جيت برايا ولا وزير، بالغتي لما مشيتي ساي ولا قلتي حتى وداع أخير. أكتفي بهذه الرسالة. سعادة، لعل الدموع في عيونك هي أصدق ما يعبر عما يجيش بخاطرك من أحاسيس، من حزن، من فقد لرفيقة الدرب أناهيد كمال، كما حال كل الزملاء أكيد، وكذلك حالكم في مؤسسة طيبة أو طيبة بريست اللي أنتم من خلالها قمتم باحتفائية من خلال تستعيدون الذكريات وتتبادلون الأحزان في رحيل أناهيد كمال. اقتراح التأبين أو أربعينية أناهيد جاء من الزميل حسن بركية، حتى كان بيقول إنه خليني أتلمع. أنا زي ما قلت لك قبل إنه وفاة أناهيد كانت زي الصفعة بالنسبة لنا، إنه زي ما بقولوا أهلنا الموت بالفحساي ده، إحنا قاعدين نعمل شنو يعني؟ لا بنتلاقى كأصحاب، لا بنتلاقى كزملاء، لا بنعمل في حاجة ممكن تكون مفيدة بالنسبة، ولا حتى التغيير المجتمعي ده إحنا ما قاعدين نأثر فيه بشكل كبير. أناهيد يمكن الناس كثيرين بيعرفوها كناشطة
في قضايا المجتمع، غير كتابتها الصحفيه، غير ادبها، هي زوله كاتبه وكاتبه قصه، يمكن مشهوره ككاتبه قصه اكثر من انها صحفيه. صحيح. ايوه. فالاربعينيه جات من يمكن بشكل اساسي من حسن بركيه. دعينا ليها ان احنا وتضمنا بعد ذاك استاذ فيصل محمد صالح باعتباره هو مدير لطيبه بريس، وباعتبار انه ده قولنا نحن كصحفيين او ده في عنا كصحفيين. يمكن حتى تقال في نفس اليوم الحدث انه احنا ما عايزين نبكي، احنا ما دايرين يعني نعيد الحزن ثاني ونلوكه من اول وجديد. مضت 40 يوم، احنا دايرين نعمل حاجه مفيده. وناهيد مشت، دي حقيقه يجب علينا انه يعني مش نقتنع بها. هي دي واحده من المسلمات من ايمانك انت كانسان مسلم، الايمان بقضاء الله وقدره. فاحنا حنعمل شنو؟ انه ها اناهيد مشت، توفت يعني ما بعد وفاه اناهيد. فماذا بعد وفاه اناهيد؟ أيوة. ده كان الكلام، يمكن ده كان الحاجه الاساسيه اللي اتبنى عليها التأبين او اربعينيه اناهيد. انه احنا كصحفيين يجب انه نقوي من علاقاتنا بشكل اساسي، علاقاتنا الانسانيه، صح؟ ما انت ما حتقدر تكون صاحب لكل الناس، لكن بقدر الامكان انه يكون في تواصل انساني بين الصحفيين. حب الموده ما بين الكل. طبعا طبعا. اضف الى ذلك اناهيد عندها كان كتاب مشهور ومعروف اللي هو متعه الذاكره. حصلت بعض المشاكل فيه، ما كان في وقفه لو كان من اتحاد الصحفيين او من جمعيات او الى ذلك. ف دي واحدة من الحاجات اللي اتقالت في الأربعينية اللي اتعملت في طيبة بريس، إنه الناس تزعل لأنه كل زول بقدر علاقاته بيبقى الكلمة، يعني بتبقى الكلمة، بيموت الإنسان لكن بتفضل كلمته قاعدة. والدليل على كده الكتب لكثير من الكتاب والأدباء والشعراء اللي هم رحلوا مننا لكن موجودين بيناتنا بأسمائهم وبكلمتهم. ده كان الشيء الأساسي. إحنا حزينين على أناهيد مما لا شك فيه. إحنا أقرب ناس ليها أنا وسعادة. اي زول عنده علاقه باناهيد بحيث انه والله المفروض الكرسي ده يقعد فيه لا انا لا سعاده، اي زول بحيث انه اناهيد هي اقرب ليه من الثاني. لكن يمكن حظنا او سوء حظنا هو جابنا قعدنا في المكان ده عشان احنا نقول الجول ده، نيابه عن كثيرين جدا، نيابه عن صحفيين، نيابه عن اصدقاء لاناهيد، نيابه لناس بيعرفوها، ناس عاديين يعني ما عندهم يعني. عقب تأبينا او بعد نهايه تأبينا جات واحدة بتحلتها أو هي صديقتها، وناهيد كان بتخشاه بشكل يومي، بتسلم عليها، هي عندها محل تجميل، بتسلم عليها وكده. قرت التأبين وكانت رايحة، حتى لما جات بقت تبكي، قالت إنه أنا لا أحصل أناهيد، لا أحصل التأبين بتاعها. فكانت حاجة قاسية يعني، بعد ما انتهى خالص يعني، كان الناس خلاص في أعقاب إنهم يطلعوا خالص من القاعة. فناس زي ديل برضه بحسوا انه والله عند يعني حتى الحزن ده مشاركتهم فيه لازم تكون فاعله. ده يمكن كان الشيء الاساسي اللي تعمل. فهي البصمه التي يسعى كل ابن ادم لان يتركها على من هم حوله يعني. صح. نعم. وانا دار احييك والله في الحقيقه الاستاذه مشاعر والاستاذه سعاده عبد الرحمن على مشاعر الود اللي انتم بتحتفظوا بها بالنسبه للراحله اناهيد كمال بالرغم من الوداع المر. تكلمت قبل استاذه مشاعر عن ما بعد رحيل اناهيد. أيوة. طيب بالتاكيد هي بكون عندها بعض الكتابات ما رات النور يعني. صح. ده دوركم انتم كاصدقاء للراحله في انكم تعيدوا هذه الكتابات وتنشروها للراي العام يعني. وما منع، نحاول بقدر الامكان كل بما يملك انه نعيد صياغه ما يمكن اذا صح علينا، نشوف شنو المشاكل اللي منعت متعه الذاكره، نصل لحلول. أناهيد اللي كان ممكن يكون عندها فكري يعني ضد أو مع، هي الآن غير موجودة، فما بيبقى لنا غير الكلام المكتوب أو الكتبته أو التركته. فنصل لتسوية مع أصحاب الرأي أو أصحاب الجول فيما منع أنه يصل متعة الذاكرة. الناس اللي سمعوا عن أناهيد، في ناس كثيرين سمعوا عن أناهيد بعد ما ماتت، فبيفضل لهم متعة الذاكرة أنه حتى متعة ذاكرة حزنها دي يعني. أستاذة سعادة عبد الرحمن، أخيرا رسالة أخيرة نختم بها هذه الجلسة بصوتك أكيد. في المأسور قيل إن الموت أمر قد خشن حتى لان وعظم حتى هان،
ما أرادت الأيام إيلام موجعي ولا الأغدار زرف مدمعي، إنما هي سنة الكون، إنما هي سنة الخلق، كون يعقبه زوال وعقد يسبق انحلال، والمتطلع إلى الفائد طويل شقه الكمد، والأغدار سهام لا ترد، وإنما تتفاوت الأغدار عند الجلد، وإنا لفقدك لمحزونون. كل جميل في هذه في معيتي أهدتنيه أناهيد كمال، كل صحوي حباتي أهدتنيهن أناهيد كمال، وكانت تصر على إن يكون حولي الكثير من الصحوي حبات، ووجدتني هكذا أسير قاب هذا العمر ولا صديقة، فأهدتني صحوي حباتها جميلات، وعقد جميل انفرط في عقدي في عنقي ليلة رحيلة، وأخشى أن تسلبني كل جميل أهدتنيه وناهيه مال. كنت جميلة حميدة مودودة، فارقدي سعيدة مفقودة، ونعزي أنفسنا والأصحاب والأهل كلهم بعزيهم في وناهيد، وليتقبل الله قبول حسن ويبدل سيئات حسنات، يصبرنا على قتلانا والحمد لله بإذن الله. شكرا جزيلا، ولعله كما ذكرت أستاذة مشاعر يبقى من أناهيد كمال متعة الذاكرة لكل من عرف أناهيد كمال أو ارتبط حتى ولو بقلم أناهيد كمال فقط. شكرا جزيلا ضيوف الأكارم الأستاذة مشاعر عبد الكريم الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا. شكرا لك الأستاذة الشاعرة سعادة عبد الرحمن على تشريفك لنا في استوديو المساء الجديد. شكرا. نعم. يمكن